أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث. قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الوقت حان لوقف الأعمال القتالية في اليمن وجلوس أطراف النزاع على طاولة التفاوض. جاء ذلك في تصريحات أدلى بها نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالدينو، الذي أكد على أن واشنطن تعتقد بأن المناخ مناسب للمضي قدما في محادثات السلام لإنهاء الحرب. من جهته رحب مارتن جريفيث بدعوات استئناف العملية السياسية وإيقاف الحرب، وأكد في بيان له أنه لا يمكن حل الأزمة عسكريا داعيا جميع الأطراف إلى اغتنام الفرصة للانخراط بشكل بناء في جهود استئناف المشاورات السياسية. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: أسباب وتداعيات التغير في الموقف الغربي من حرب اليمن، وهل ستقود العلاقة المضطربة بين السعودية والغرب إلى الدفع نحو تسويات مجحفة بحق اليمنيين. إذن تغير ملحوظ في الموقف الغربي وتصريحات متعددة ومتزامنة تدعو إلى وقف الحرب وبدء عملية السلام. التصريحات التي بدأت من واشنطن وباريس ولندن تؤكد على أن الملف اليمني أصبح على طاولة الاهتمام الغربي. لكن المشكلة كما يرى البعض في التصور الغربي وخصوصا الأمريكي لطبيعة الحل في اليمن، الذي ربما يسعى إلى إحياء مبادرة كيري التي تسعى إلى شرعنة الانقلاب وجعله أمرا واقعا في حياة اليمنيين. فهل سينجح هذا التغير في فرض نفسه بالنظر إلى الموقف المزري للتحالف والشرعية، أم أن ما زال لدى التحالف والشرعية القدرة على المناورة؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. ليس اهتماما بالملف اليمني بقدر ما هو ضغط على السعودية المتحكم الرئيس بمجرى الأحداث في الداخل اليمني. هذا ما يفهم من التغير الملحوظ في الموقف الغربي من الحرب في اليمن، اعتمادا على توقيت التصعيد وأبعاده وعلاقاته بملفات أخرى شائكة أثرت في طبيعة العلاقة بين الرياض وعواصم القوى الغربية من واشنطن إلى لندن وباريس. ما هو مهم هنا ومبعث ريبة من صعود ملف الحرب في اليمن إلى طاولة الاهتمام الغربي وتحديدا الأمريكي، هو التصور لطبيعة الحل وشروطه التي وردت على لسان وزير الدفاع جون ماتيس ومن بعده وزير الخارجية مايك بومبيو، التي تذهب باتجاه بعث مبادرة جون كيري وزير الخارجية السابق، التي تصب بنودها في شرعنة انقلاب الميليشيا وإعطائهم الحكم والتحكم في مصير البلاد المثخن بويلات انقلابهم باعتبارهم أقلية عرقية، وهذا مجاف تماما لواقع البلاد ومجحف بحق التضحيات والدماء التي أريقت خلال 4 أعوام من الحرب. المفارقة الكارثية في الأمر والتي يمكن أن تؤثر على مستقبل البلاد وتخلق أبعادا وآفاقا مستقبلية للصراع هو مكانة التحالف والسعودية بالذات حاليا، التي ربما فقدت القدرة على المناورة السياسية التي كانت تتمتع بها أيام كيري، اعتمادا على ما تعرضت له من تصدعات كبيرة في علاقاتها مع الغرب، علاوة على أن طول أمد الصراع وتأجيل الحسم أضعف موقف التحالف ومن ورائه الشرعية في نظر الغرب، الذي بدأ يتعامل على أن القدرة على الحسم العسكري أضحت خيارا فاشلا. الخلاصة هنا أن الموقف الذي حاصر به التحالف نفسه ومن ورائه الشرعية ربما يقود البلاد إلى تسويات كارثية تصبح فيه خطوة الاستعانة بالسعودية كارثة لا تقل في مآلاتها عن كارثة الانقلاب. أبدأ النقاش مع ضيوفي في هذه الحلقة من القاهرة رئيس مركز صنعاء للدراسات الأستاذ ماجد المذحجي، وأيضا من العاصمة الأردنية عمان ينضم إلينا المحلل السياسي والكاتب عبد الناصر المودع. أبدأ مع الأستاذ ماجد المذحجي من القاهرة، أهلا بك أستاذ ماجد. بداية، كيف تتابع هذا الاهتمام الغربي اليوم التصريحات الآتية من واشنطن وباريس أو ولندن؟ ما سر هذا التحول الذي يصفه البعض بالمفاجئ من ناحية الاهتمام بالملف اليمني؟ مساء الخير لك عزيزي وصديق عبد الناصر المودع. بالتأكيد يمكن قراءة هذه الموجة المتصاعدة من الاهتمام بالشأن اليمني محمولة على حيثيتين. الحيثية الأولى هو تفاقم الملف الإنساني. الآن معدل الاستجابة الدولية لقضية الأزمة الإنسانية في اليمن هو الأعلى من بداية الحرب، خصوصا مع تزايد الإعلانات المتصلة بأن اليمنيين على شفا مجاعة. موضوع كعادة كهذا هو
يحتل في أعلى سلم الأولويات، وهو موضوع جذابي أساسا في فلسطين لدى منظمات ضاغطة دولية تضغط على الشركاء تحديدا الدوليين للتحالف من المملكة بشكل أساسي. الموضوع الثاني الذي أتى محمولا عليه الاهتمام باليمن هو موضوع مقتل خاشقجي. خاشقجي عاد مقتل خاشقجي تسليط الضوء تحديدا على كل الأداء السياسي والعسكري للتحالف في المملكة العربية السعودية، وجعل شركائها الدوليين في موقع تفحص إذا صح الوصف لأدائها المتعددة. وهذا ليس موقفا نزيها إذا صح الوصف، اللي هو استجابة تحديدا لجملة الضغوطات التي أتت محمولة على تداعيات هذه الواقعة. فبالتالي لدينا هذه الحيثيتين حركت بشكل ما استجابة دولية أوسع للحدث اليمني. بتقديره استجابة إذا صح الوصف ليست أصيلة، يعني لا يمكن البناء عليها في إحداث تغير كامل في المقاربة الدولية للوضع في اليمن. بالتالي حمل ما تحالف وحمل أطراف النزاع في اليمن على الوصول إلى محطة سلام جادة. بالتالي نحن الآن نازلنا نراقب تحديدا الفرص السياسية المتأسية على هذا التغير باستثناء هذه التصريحات، وتحديدا العمومية التي رفقت في هذه الدعوات لإنهاء الحرب، خصوصا أنها لا تمتلك حيثية سياسية محلية. يعني لا يوجد فرصة سياسية محلية نتيجة تغير في الأرض أو قرار سياسي للأطراف ذاتها في الداخل. فبالتالي نحن لازلنا الآن ننتظر ونراقب ما هي حدود هذا الضغط، ما هي حدود هذه التغيرات، وما الذي يمكن أن ينتج أو يستفيد منه المجلس الدولي في دعوته لإعادة استئناف مسار السلام خارج السقف السياسي المنخفض الذي يدعو له دائما، وهو إطلاق مسار مشاورات مبني على خطوات بناء ثقة أولية. بالتالي الأمر إذا صح الوصف فضادي جدا. طيب أشرك معنا أيضا بالنقاش الأستاذ عبد الناصر المودع من الأردن. أستاذ عبد الناصر، بالنسبة لك ما سر هذا الاهتمام اليوم والتصاعد في التعاطي مع الملف اليمني من قبل الغرب؟ مساء الخير وتحية لك. يعني كما ذكر في التقرير وذكر الأخ ماجد، يعني الحرب أصبحت عبء كبير للمشاركين الغربيين، وتحديدا الدول التي تمول السعودية والإمارات بأسلحتها في الأزمة الإنسانية الكبيرة. والحرب التي أصبحت بالنسبة للغرب أنها حرب عقيمة، حرب لن تؤدي إلى حسن وإلى أي نتيجة. كل هذه الظروف إضافة طبعا لتداعيات مقتل القاسمي وغيرها، هناك زخم ورغبة بأن الملف اليمني ينبغي إطلاقه. الأسباب كثيرة كما ذكرت، لكن ما يطرح الآن وما هو ما أعلن عنه طبعا لا زالت تجارات أفكار، لكن المشكلة اليمنية هي أعقد بكثير من يعتقد الخارج وتحديدا الغربيين. الغربيين لديهم تفكير غير حقيقي، غير واضح طبيعة المشكلة اليمنية. الجزء من الغرب ينظر للمسألة وكأنها عبارة عن حرب خارجية تن على طرف رئيسي من اليمنيين ويمثلون أقلية مع هذه الصورة التي يحاول الحوثي وأنصاره الواضحين أو المستثمرين أن ينقلوها للعالم بأن هناك أقلية مهضومة وكانت الوضع مغلوب عليها وتم الحرب عليها. هذه الأقلية الآن تشن عليها حرب من الخارج. لا ينظرون إلى أن هذه الأقل هذه أولاً الحوثي ليس مصر الأقلية الحوثية. الحوثي هي حركات سياسية لديها رغبة بالحكم ولديها مشروع سياسي للحكم المنفرد والحكم الشمولي والحكم الخاص بهذه الأسرة. وبالتالي هذه مشكلة وهذه كارثة أن هذه الحركة لا يمكنها أن تكون جزء من عملية ديمقراطية أو عملية سياسية، وليست إلا مشروع فوضى، مشروع حرب دائمة في اليمن.
الغازيين لا ينظرون لهذه الجزئية وليسوا مهتمين بها. المشكلة أيضا أنه خلال 4 سنوات التحالف لم تكن لديه رؤية واضحة، أو لديه رؤية لكنها رؤية غير بناءة، استخدم أدوات خطأ واستخدم خطأ أيضا، أو قوى سياسية خاطئة لديها أجندة متعارضة مع المصلحة العليا لليمن، لا تمتلك مشروع وطني حقيقي. وبالتالي ما حدث أن الحوثي تم مواجهته بما يمكن تلك الميليشيات ليست دولة. هذا الوضع المعقد ينظر له الخطة المراقب من الخارج لأنها نوع من الحرب العبثية، وبالتالي ينظر بأن الحل هو وقف هذه الحرب العبثية، ولكن كيف توقف الحرب العبثية؟ هذا يعني لو وقفنا الحرب وفقا للمواصفات الحالية وفقا لخطوط التماس الحالية. لكن أستاذ عبد الناصر، هذه الحرب العبثية التي تقول أن الغرب ينظر إليها من هذا المنحى هي أدرت ربما ملايين الدولارات على خزائن فرنسا وأمريكا وبريطانيا من قبل الدول التحالف، تحديدا السعودية والإمارات. صحيح، يعني هذا الوجه الآخر للحرب، أن هناك مستفيدون من هذه الحرب ومنها شركات السلاح بالطبع، والسياسيين الذين بشكل أو بآخر يريدوا أن يبيعوا لشركات سلاحهم أسلحة إلى هذه الدول. لكن هناك أيضا ضغط آخر على الدول الغربية أو على الحكومات الغربية من قبل المنظمات الحقوقية ومن قبل المشرعين ومن قبل المعارضة ومن قبل الصحافة، لأن هذه حرب عبثية. ولهذا هذا الضغط أيضا لا نقلل من أهميته ومن مخاطره السياسية على هؤلاء السياسيين. لهذا السبب كما ذكرت الغرب يريد، أو هذه الدول تريد أن توقف الحرب، ولكن كيف توقف الحرب؟ يعني لو وقفت الحرب اليوم ماذا سيحدث؟ لدينا طرف ما مسيطر على أغلب سكان اليمن، مسيطر على المنطقة الصينية من اليمن، مسيطر على العاصمة، سنجده في هذه الحالة كسب الحرب. طيب أعود معك لنتحدث عن ذلك، عن تبعات هذه الرؤية بالتفصيل، وأعود للأستاذ ماجد المدحجي. أستاذ ماجد، هل يمكن توقع الأثر الذي يمكن أن يحدثه هذا التحول والاهتمام من قبل الملف الغربي؟ لأنه الكثير يرى بأن هذه الرؤية ربما هي مبنية على تصورات منافية للواقع ومجحفة بحق تضحيات اليمنيين. يعني طبعا أنا بتقديري ما زال ذاكرا لاختبار الحدود السياسية لأي تصورات، يعني لازلنا نحن فعليا في المرحلة ألف إذا صح الوصف، لأنه تصميم أي مسار سياسي هو لا يعني لا يمكن قراءة، أو تصميم أي مسار لحل سياسي لا يمكن قراءة اعتمادا فقط على ما قاله ماتس أو بهذا التصريح العربي، وهو تصريح عربي فعليا مثير للشفقة، لأنه لا يتعرف ابدا على حيثيه الوضع في اليمن ولا يتعرف على حيثيه فرص الحل. بتقديري ما زلنا نحن في مرحله اختبار هذه التصورات، يعني حتى المجلس الاممي وهو الاكثر منصا تحديدا بتحديد اطار العمل القادم لاي مسار مفاوضات، ويتحدث ما زال عن مرحله اولى من المشاورات السياسيه تتضمن اساسا تضمين يعني بناء إطار الاتفاق المتبادلة بين الأطراف ضمن القواعد التي أشار لها، وهي إطلاق تبادل أسرى، وقف العمليات العسكرية، بالإضافة لفتح مطار صنعاء، ومن ثم تصميم جدول أعمال سياسية للتفاوض ضمن العنوان العريض يتم الحديث عن الالتزام بما يقوله القرار 2216، لكن طبعا هذا أمر قابل للتغيير والتفاضل حسب الأوزان السياسية. ما الذي سينتجه تحديدا هذا الضغط؟ هو سينتج فرصة لإعادة استئناف من قطع في جنيف السابقة، يعني هو سيعيد إنتاج سياق للقاء الأطراف تحديدا مرة أخرى في جنيف أو في السويد أو في أي مكان آخر، لكن هل سيدفع بأن تكون محطة جنيف محطة دائمة لإعادة إنتاج مفاوضات، أم أن الأمر سيقتصر على يعني انتزاع انتصار أول لمارتن جريفيث الذي منذ توليه مهمته لم يستطع تحقيق أي اختراق بالملف اليمني رغم كل جولاته المطلوبية ورغم التعويل عليه باعتباره بين قوسين رجل أبيض قادم مدعوم من المؤسسة تحديدا من المملكة المتحدة؟ وبالتالي
حدود الفرص الحل السياسي قائمة على تصريحات قدمها ماتس أو غيره أو غيره، أعتقد باكر تماما القول بأنها أصبحت ظلا مقيما على أي مسار حل سياسي في اليمن. نزل الموضوع أبكر من ذلك بكثير. تفضل. طيب أستاذ عبد الناصر، تداعيات هذا الضغط اليوم، هل يمكن كما يرى البعض أنه يذهب بفرض تسويات مجحفة بحق اليمنيين نكاية بالتحالف وتحديدا السعودية؟ يعني بس هو حظنا أننا اليمنيين لم يعد لنا يدا عليا أو حتى يد في تصير مصيرنا، وأصبح العالم الخارجي هو الذي سيقرر مصيرنا، وبالتالي سيقرر مصيرنا هذا العالم وفقا لمصالحه او وفقا للضغوط. يعني الان حاليا السعوديه والامارات ربما هناك عاصفه وربما ينحنون لها هذا الشيء في الوقت الحاضر، وقد يقبلون الاستعمار الاسلامي يرفضونه حاضر، لكن تعقيدات المشكله اليمنيه هي اكثر من هذه الحدود السطحيه التي تجاهها، خاصة فيما يتعلق بأنه سيتم وضع حكم ذاتي للحوثيين وحكم ذاتي للجنوبيين وربما حكم ذاتي لا نعرف لمن، يعني تقسيم اليمن إلى دويلات تتصارع فيما بينها وتتناحر داخلها وخارجها، وبالتالي هذه حلول سطحية وساذجة وهي تشبه حل الفدرالية أيضا، إذا تكلمت عن حل الفدرالية الذي هو أيضا من اليمن الى دويلات متناحره. ولهذا تعقيد المشكله سينكشف للجميع في حال بدايه التفاوض وبدايه التواصل لوضع هذه الافكار موضع التنفيذ، هنا سيجد الجميع انفسهم امام مشكله معقده لها ابعاد كثيره متشعبه داخليا متشعبه خارجيا، اطراف تتصارع وكأنها خصوم وهي في الواقع متحالفة ضمنيا مع بعضها البعض، أطراف لا تريد الحرب أن تنتهي، تجار حروب ومسؤولين حكوميين استثمروا هذه الحرب للبقاء في مناصبهم، والاستثمار المالي شرعية هزيلة ليس لديها أي شعبية ولا لديها أي وجود على الأرض، إذا تستمر الحرب إلى ما لا نهاية، ويريد ايضا حتى الطرف الاخر ان لا يهزم الطرف الاخر. طيب استاذ عبد الناصر، سنتحدث عن هذه النقطه وعن المساحه المتروكه الان للتحالف والشرعيه لمناوره والتعاطي مع هذه التصورات، لكن لدي سؤال قبل ذلك حول التخوفات الموجوده اليوم لدى البعض من احياء مبادره كير التي كانت في ذلك الوقت توصف بانها ستشرعن للانقلاب. وجه الشبه اليوم الموجود بين التصورات الاخيره المطروحه من قبل الغرب ومبادره كيري؟ أعتقد هي بتدور في نفس الإطار، وهذا الإطار أنه إطلاق صلاحيات الرئيس لنائب رئيس توافقي بمعنى يكون مقبول من الحوثيين، بمعنى ربما يختاره الحوثيين، وأعتقد بأنهم لا زال يتم في هذا الإطار. صحيح لدينا شرعية بديهة وهي المشكلة، وخروج هذه يعتبر واحد من الحلول الضرورية الذي كان المفروض في الأربع سنوات وليس من الآن خروجه، لأنه هو كان المشكلة الأصلية وهو المشكلة المستمرة، لكن لمن يخرج هذه وتسلم إلى رئيس يشبه هذه بصيغة أخرى تستمر هذه المشكلة. اليمن بحاجة إلى شرعية حقيقية، إلى رئيس يوصل مشروع وطني، مشروع حقيقي يواجه الحوثي ويواجه الانتفاخي ويواجه الميليشيات التي أصبحت تتكاثر في كل مكان. طيب انقل هذه النقطة للاستاذ ماجد المدحجي. استاذنك استاذ عبد الناصر المودع. استاذ ماجد، المخاوف من احياء مبادرة كيري هل يمكن يعني ان تكون حاضرة في التصورات الأخيرة المطروحة من الغرب، وتحديدا أنه ربما الآن إدارة أمريكية جديدة غير الإدارة السابقة التي في عهدها طرحت مبادرة كيري، أيضا من حيث التوقيت طرح هذه المبادرات والضغوط الأمريكية في ظل وجود الرئيس عبد ربه منصور هادي في الولايات المتحدة؟ يعني أنا فعليا لا أظن أن إدارة ترامب
يمكن أن تغامر في أي مسار سياسي مستقل، يعني رغم كل الضغوط على المملكة مستقل عن حلفائها. يعني ترامب أكثر برغماتية من اتخاذ مواقف مستقلة لها علاقة بأولويات أمريكية فقط. هو يدير صفقات، لا يدير استراتيجية سياسية مبنية على رؤى الإدارة الأمريكية فقط. ناهيك أنه ضع بالاعتبار حيثيتين كما أشرنا أولا بحيثية خارجية وحيثية الأزمة الإنسانية، ضف عليها تحديدا حيثية الانتخابات الأمريكية المتوسطة ومحاولة امتصاص الضغوط وإبداء موقف من على مسافة من المملكة باعتبارها الآن الصديق ثم عبد بالنسبة لهم، خصوصا في مواجهة الضغط القائم من وسائل الإعلام. فبالتالي هكذا موقف ضاغط أمريكي لا يمكن التعويل عليه كثيرا إلى حين استقرار المشهد تحديدا في واشنطن بعد التحولات اللي يمكن أن تجري في الكونغرس الأمريكي. سابقا على ذلك أي حديث عن استراتيجية أما تحول في الاستراتيجية الأمريكية في مقلبة اليمن هو شكل من أشكال التنجيم أكثر من كونه قراءة حيثيات معطيات جديدة. يعني ما الذي سيحول السياسة الأمريكية الآن كليا في مقلبة اليمن بعيدا عن وضع اعتبار مصالح الحلفاء؟ ناهيك أنا بتقديري تمام. طيب أستاذ ماجد، تزامن هذه التصريحات والضغوط مع وجود الرئيس هادي هناك؟ يعني بتقديري الأمر له علاقة أكثر بالمصادفة من أن الأمريكيين يستثمروا وجود هادي للضغط عليه. يعني الأمريكيين يستطيعون ممارسة الضغط على هادي في الرياض أو في عدن، ليس فقط في واشنطن، وبالتالي ليست الأمر رهين في هذا. قلت لك الأمر تزامن مع محطات ثلاث وهي الأزمة الإنسانية، أزمة خاشقية، وقضية الانتخابات النصفية للكونغرس، أكثر من كونه تزامن مع وجود هادي للعلاج داخل الولايات المتحدة. بالتالي سياق الأمر يقرأ من هذه الأسباب لا يقرأ من وجود هادي في واشنطن. طيب أستاذ ماجد، سؤال الأخير لك عن مساحة المناورة المتروكة اليوم للتحالف والشرعية للتعاطي مع هذه الضغوط. لدى التحالف مساحته الهائلة. يعني أولا دعنا أعيد التذكير بالمناطق المشتركة بين الولايات المتحدة والسعودية تحديدا. يعني لن تذهب الولايات المتحدة لإضعاف السعودية رغم كل هذا الضغط، خصوصا في إطار تصعيدها القائم مع إيران. هذا واحدة من الحديات الأساسية التي هي مركزية في علاقة الولايات المتحدة، وبالتالي اليمن أحد الجزر المتصلة بهذه القضية، وتحديدا وخصوصا ترامب أساسا أفصح والإدارة الأمريكية أفصحت بشكل مبكر أن اليمن هي معركة متصلة بالعاصمة المفروض الإيراني، بالتالي هذا أمر لا يغيب عن الاستراتيجية الأمريكية. في المستوى الثاني لديك قضايا النفط وأسعاره وارتفاعه، فبالتالي مغامرة سياسية أمريكية ضاغطة على السعودية حتى الحدود القصوى أعتقد أنها غير منظورة على الأقل ضمن هذه الحدود الحالية للظروف. شكرا جزيلا أستاذ ماجد المذحجي رئيس مركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من القاهرة. أعود للأستاذ عبد الناصر مودع. أستاذ عبد الناصر، إذن التعليق الأخير سيكون حول المساحة المتروكة اليوم للمناورة من قبل التحالف والشرعية للتعاطي مع هذه الضغوط، خصوصا أنه حتى اللحظة لم يصدر أي موقف. يعني أعتقد لا زال بإمكان التحالف كما ذكر الأخ ماجد التحالف تحديدا السعوديه والامارات، هذه الدول لا زال لديها ثقه والثقه الامريكيه لن تضغط عليها الى الدرجه تتناقض مع رغباتها ومصالحها، لانه اي اضعاف لها سيكون يعني الجانب الايراني امريكا تخوض صراع معها وتريد ان تضعفه ولا تقوي. ربما الآن فقط سيتم إلى حد ما الانحناء أمام العاصفة الحالية. سننتظر أيضا نتائج الحرس الحزب، هذه مهمة جدا. لو حدث أن انتقلت الثقل إلى الحزب الديمقراطي في هذه الحالة ستتغير قوة الإدارة الأمريكية، وبالتالي ربما يكون هناك ضغوط حقيقية على السعودية والإمارات. لكن هو لم تخصم هذه النقمة أو كانت نقمة جزئية فقط، بمعنى أن استمرت الجمهور المسيطر على أحد سواء الكونغرس. في هذه الحالة أعتقد بأن إدارة ترامب ستتنفس، وبالتالي لن تمارس ضغوط كبيرة على حليفتها السعودية والإمارات، وسنعود إلى
الدائره تشبه الدائره السابقه، وبالتالي هذا الزخم الذي الان خلال شهر سيتم وقف اطلاق النار وغيرها ربما تصبح من الماضي مثل ما كانت كثير من المبادرات التي بدات مثل مبادره سوري وغيرها بدات بزخم قوي وتعلق حسوى، ولكننا عدنا الى ويرجع السبب في ذلك الى ان المشكله اليمنيه هي معقده ومعقده جدا ليست لولا هذه الخطه التي يتم طرحها والمعالجات المشكله هنا وقت. شكرا جزيلا لك استاذ عبد الناصر المودع الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من الاردن. انتهت هذه الحلقه من زوايا الحدث. في الختام تحيه طاقم البرنامج ومنتج حلقه اليوم الزميل ماهر ابو المسكين.